لكن محاولة استغلال البعض لما حدث لمحمد نور بهذا الشكل، أنا أقول لأي إنسان شامت، لأي إنسان مستهزئ، لأي إنسان ساخر، أنت لما تيجي تتكلم على محمد نور مفروض ترخي راسك قبل أن تتكلم عليه في سلبا ولا إيجابا. ما تتكلم على محمد نور كاسم وتاريخ وبطولات ومنجز ومهارة وموهبة وكل شيء. نختلف مع نور، ننتقد في بعض السلبيات الرياضية في أشياء زي كذا، أما محاولة استغلال هذا الموقف لتصفية حسابات مع محمد نور فهو ما هو نقص من محمد نور، لكن نقص من الطرف الآخر.